مكانتي من ورا فني مشوهة وشارع شعبي لشعبي ماله أي معنى. خروجي من الأرض مسألة وقت فقط وعمل للأحسن مش لألقى أجر بالسماء بس بدي مكان أضمن فيات وحق ابني. أنا مش قاتل بس قادر أجرم من أجل حقي عشان وطني قلمي قاعد بكتب باسمي. بديش مجند إسرائيلية تمنع دفني بوطني بدي أندفن بنفس المقبرة أندفن فيها جدي. ومن طفولتي بحلم لما أكبر أصير جندي. مع الوقت اكتشفت لمين بدي أنتمي محمود عباس فاتح حماس ولا جبهة. خليني حر حواري لأنه كله مرتزقة مش قادر أتعامل مع شعب عايش جوا كذبة. الصورة حلوة والخلفية مدمرة صرنا بدنا فيزا إحنا مش هندخل وطننا. شكل الشعب اللي هون التهى بالثورة نسيوا العراق ونسيوا شتيلة وصبرة. وأنا رافض إنسان بمستوى عادي والمتوفر بعمان بفضل ظروف وإنسان عاري. فليش ما أنتمي لثورة حرة فيها صاحب العمل والأجير بنفس المستوى. ولك رصاصة خليك هادي ولك كيف إسرائيل شعبه كله جيش احتياطي. للسفر من عمل لمكان فيش فيه ضوء قمر كله صحرا كله خمرة بس فيه شوية شجر لحتى غذي حالي منك. انت يا طبيعة بنموك سريعة فما بتتهني بعمرك لانه بيعملوا عقصك. فحقك عندي من كل هالكفرة اللي ما بيأمنوا بوجودك. سيدي كان عنده بيارة وكان دايما نسونك بس لما اخوات الشرموط احتلوا البلاد اخدوكي وعاش سيدي ومات وهو عم يحلم فيكي. عم بجيكي انا هسا لا اشكيلك همي لاني حسيت في تشابه ما بينك وبيني. مشاريع عمان عم ترميكي وترميني يا ارض احتضنيني ولا جواتك رجعيني لانه كل هالبنى لفوقك عم بيزيد وجعي صار نفسي اصير غجري من خيمة لخيمة لانه مكانتي بهالمجتمع ما في الها اي قيمة. نفسيتي مش سليمة نفسيتي ماكلة خرارة ننتكنا على الفرا ولساتنا عم نرجع لورا. فبعد اللي صار وبعد اللي هيصير بطل يفرق شو المصير مقتول او اسير. ما زي كل واحد رماته الدنيا بالقاع وحرمته من الاستمتاع وحكمته انه ضاع بس الفرق الواحد اني راكع ايقاع. لا ولو وصلنا لهيك مرحلة الوطن بالدرجال وضلنا صار أرملة. جد يبعد إجا الوقت لواجه زياد رحباني يقولهم مين الكافر. So for $1,400 I told him, you know what? I'll run in the ground by myself.